أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين منع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبين قوله لأم عمارة رضي الله عنها: سليني ما شئت، فسألته الجنة معه فلم ينكر عليها؟ يعني دعا لها، معناه أنه أعطاها الجنة. الجنة ما يعطيها إلا الله، ما بتقول أعطني الجنة، تقول له ادعى الله لي بالجنة، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أحد يقول للرسول أعطني الجنة، سكنني في الجنة، إنما يقول ادعو الله أن يكون من أهل الجنة أو أن يدخلني الجنة، هذا لا بأس به. نعم.